اوكي. اليوم خلينا ناخذ الباست سمبل. من يقول لي الباست سمبل اي زمان؟ ماضي بسيط، ممتاز، زين. شنو قاعدة الماضي البسيط؟ فعل was aware أحسنت، جيد، ممتاز متى جود. ممتاز، جيد. إذا فعلا راح يكون عندنا subject plus أما was أو were. طبعا هذولي شنو هذا؟ هذا verb to be، هذه be، أو هذا طبعا إذا كان عندنا auxiliary verb، مثل ما قلنا احتمال auxiliary verb زائد شنو هذه؟ زائد تكملة، أو subject plus شنو عندنا verb نضيف ايدي، اوكي، زائد تكملة. هاي اذا كان عندي main verb، اذا كان عندي main verb، وهنا اذا كان عندي auxiliary verb. هسه واضح هذا بالنسبة لهذه القاعدة. خلينا نجي طبعا هسه was were اذا كانوا مفرد او جمع. مثل على سبيل المثال، على سبيل المثال I was in school، أو فرضا they were to work. لاحظ هنا عندك subject مفرد أو جمع، ياخذ أما was أو ياخذ were. أوكي، أما إذا على سبيل المثال إذا كان عندي main verb فرضا I met my friends in the school. I met اللي هو الماضي مالت الفعل meet. I met my friend، وهذا ما لنا علاقة به مهما يكون، سواء كان subject سواء كان مفرد أو جمع. They worked yesterday all the time. أيضا لاحظ هنا نضيف له إيدي. فهنا فقط هنا إذا كان عندك الفاعل العفو، فقط إذا كان عندك الفعل المين فيرب، سواء كان عندك القياسي أو شاذ، فلازم فقط انه تعرف شلون تحوله للماضي. هنا عندك مجموعة أمثلة، لاحظ هنا طبعا هو طبعا يستخدم هذا التعبير عن حدث وقع في الزمن الماضي. I went to cinema yesterday، أنا ذهبت للسينما البارحة. We spent a lot of time in Japan in 2007. We spent the spent ماذا مال شنو؟ ماذا مال spent؟ we spend. لاحظ هذه لارندون painted the Mona Lisa. painted الماضي مال paint، أيضا هنا الفعل. فلاحظ فقط بعض الأحيان شنو فيكون عندك نضيف له فقط إيدي. هنا هذا heart اللي هو قلنا هذا شاذ، اللي هو نفسه يبقى بزمن الماضي، ماضي المضارع هو فيقول نفسه، فإلى آخره. فإحنا نحتاج فقط أنه نعرف الزمن، نعرف الفعل هل هو قياسي أو شاذ. If I won، won الماضي مالت من؟ الماضي مال win، the lottery. I would buy a house. I wish I had more time. وإلى آخره. فالهاد هنا هي الماضي مالت من؟ الماضي مال have أو has. فالماضي مالتهم هو شنو؟ الماضي مالتهم هاد. نفس الحالة طبعا هسه هذه إذا تريد، طبعا هذه في حالة المثبت. إذا في حالة النفي فرضا وقلنا I was in school فرضا last month، هذه مثبتة. إذا أريد أحولها إلى نفي شنقول؟ I was wasn't
نعم أحسنت بالضبط. I was not in school last month. فقط نضيف لها شنو؟ فقط نضيف لها not. طبعا هاي في شنو؟ فرضا إذا أقول they على سبيل المثال، أيضا كذلك they were in فرضا work last week. أيضا هنا فقط شنو نضيف؟ فقط نضيف not. هذا كان عندي شنو؟ طبعا هذا كان auxiliary verb. يعني شنو auxiliary verb؟ يعني was أو were. فش نضيف؟ نضيف not، فقط نضيف not. بس إذا كان عندي main verb فرضا I played yesterday، فلاحظ هذا عندي هنا شنو؟ عندي هذا main verb، فشلون أنفيه؟ من يقول لي شلون I أنفيه؟ didn't play. نعم ممتاز جيد. I didn't play. I didn't. I didn't play. فلاحظ هذا الـ ED بعد إن شاء الله، إذا نخلي I didn't play yesterday، فلازم نستخدم didn't في حالة النفي. أوكي؟ فرضا they when they won the lottery إلى آخره. فأيضا من أنفيها لازم شو تصير؟ وين من أنفيها they، شو نقول؟ didn't win. They didn't win the lottery إلى آخره. هسه هذه أتوقع واضحة. في حالة السؤال إذا كان auxiliary verb يعني الأفعال المساعدة اللي نقصدها was were، في حالة السؤال هذول نقدمهم أمام السبجكت. مو قلنا I was in school إلى آخره، فهذا فقط يجي هنا شو يصير؟ was I in school وإلى آخره في حالة السؤال. أيضا they were إلى آخره، أيضا شو يقول؟ were they، ونخلي السؤال فقط نقدم شنو؟ الأوكسيلاري فيرب على من؟ نقدمه على الفاعل. أما إذا كان عندي لا main verb فرضا they won the إلى آخره، فإذا أريد أحولها إلى سؤال، شنو بمن السؤال مالتنا لازم يبدأ؟ ديت أحسنت بالضبط. إيش يصير؟ did they شنو هاي يصير؟ when إلى آخره، فهذا يرجع لمن؟ إلى المصدر، فنقول did they وإلى آخره. فهنا إذا كان عندي فعل رئيسي فلازم شنو يكون الاستفهام مالتي بالديد، والنفي مالتي أيضا يكون بالديد إذا كان عندي فعل رئيسي. أوكي هسه هذه أتوقع واضحة، إذا كان عندي auxiliary verb وإذا كان عندي شنو main verb. طبعا هذه حتى بزمن المضارع من أخذناه إذا تتذكرون، أيضا نفس الشيء إذا كان عنده auxiliary verb فالإز والآم والآر يجون بالمقدمة، وبعدين نخلي شنو، وبعدين نخلي السبجكت، وبعدين نخلي التكملة، وبعدين أداة الاستفهام. أما إذا كان لا، إذا كان عندي main verb إيش نخلي؟ أما do أو نخلي does زائد subject زائد تكملة ونخلي السؤال. واضح؟ هاي إذا كان عندي do للمفرد، والdoes إذا كان عندي شنو العفو do للجمع، مثل they we cars people إلى آخره. أما does للمفرد، he she بوك إلى آخره، فإذا كان عندي فقط مفرد. هسه إذا تمام خلي نجي نحل هذه مجموعة الأسئلة. هسه كل واحد عنده سؤال؟ كل واحد عنده سؤال؟
ما في سؤال بالنسبة لهذا؟ نحل الأسئلة هذه؟ طماطم سؤال الثاني جيد جواب جيد جيد، ما في جيد. هسه نجي للأول. أحمد، نعم السؤال I be at cinema last night. I be at cinema last night. نعم جيد، أحسنت أحمد. I was at cinema last night. نعم I was. I was in cinema last night. نعم. بنين ثانيا. Sir, the children were. نعم أحسنت بالضبط. The children were. ثلاثة. تهاني. لا العفو العفو، تهاني. لحظة لحظة. بنين، نرجع البنين. بنين هذا سؤال. إذا سؤال يصير where the children. بالضبط. Where the children. Yes. بالضبط. عفو تهاني. نعم ثلاثة. We slash B slash in the cafe in a cafe when you call. Where we نعم حسنت in a cafe بالضبط. call. Where we in the cafe when you called. نعم بالضبط، راح يصير نقدم هنا الـ where. جواد أربعة. جواد أربعة ما موجود. حسن جاسم. سؤال وير اي ليت نعم جيد أحسنت، بس هنا شنو؟ اي ما تاخذ، تاخذ ايش تاخذ؟ تاخذ واز. واز اي ليت؟ واي واز اي ليت؟ يعني في هنا راح تكون عندي واز وليس وير. اوكي، وهو انه استفهام همين فصير واز اي ليت. اوكي خمسة. حسن صلاح. حسين عبد. حنان. نعم أستاذ. ايه She was being a teacher when she was young. نعم احسنت، بس شنو هنا؟ شي مفرد، ايش تاخذ؟ Was. نعم، فايش يصير؟ she was a teacher. she was a She teacher. was being. نعم Was. she was a teacher when she was young، فهنا تاخذ was. اوكي لان مفرد. Was. نعم. نعم. نبأ وسام. كان عندنا ضعيف ما سمعت. ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. يلا ستة، ستة جواد. أستاذ where we be where لو نعم جيد. أستاذ نعم احنا بالبداية شنو قلنا؟ قلنا أول ما ننزل أداة الاستفهام. نعم. صح وبعدين where we بعدين وراها الفعل المساعد then where we sir لا أصير where we، فصير where we، فاحنا هذا يبقى احنا نقدمه where we، فهنا ايضا يبقى حتى اذا كانت اداة الاستفهام فاحنا نحتاج نقدم ال where هنا على ال we، فلذلك يصير where we. اوكي سبعة. نبأ. أوكي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، اهلا. نبأ. أستاذ أنا هاي أول محاضرة إلي، يلا يعني لو اوكي. جيت بالاحتياط، والبارحة استلمت الحساب مالتي العصر. اوكي. فهنا ايش راح يصير عندي؟ يو بي اوكي، فيو بي اوكي، فهنا اداة استفهام. يعني بس النقطة السادسة أستاذ العافية. يا نقطة. سادس واحدة أستاذ. سادسة. نعيد لكم السادسة. طبعا هنا كل أدوات الاستفهام، فرضا what where when، كل أدوات الاستفهام من تجي تبقى هنا بالمقدمة. أوكي بعدين شنو ننزل؟ زاد. زاد شنو هنا؟ إذا كان فعل رئيسي الجملة تحتوي على فعل رئيسي، والأفعال الرئيسية احنا نعرفها، فرضا بلاي، ميت، ايت،
هذا كل الأفعال الرئيسية. إذا كان فعل رئيسي فراح يكون عندي هنا did بلس subject بلس شنو؟ بلس هذا الفعل الرئيسي main verb بلس تكملة زائد أداة الاستفهام. مثال على هذا فرضا where، لاحظ تبقى where did you go، فلاحظ هنا عندك where أداة الاستفهام، بعدين ننزل ال did، بعدين ننزل ال subject، وبعدين ننزل ال main verb، إذا أكو تكملة فننزلها، وبعدين أداة الاستفهام. هسه هذا أوكي؟ how فرضا على سبيل المثال how did they reach home، فلاحظ هنا أيضا نفس الحالة أداة الاستفهام how did they reach home، شنو معناته؟ هم كيف وصلوا إلى البيت؟ نعم بالضبط، هم كيف وصلوا إلى البيت بالضبط. فلاحظ هنا هسه واحد قاعدة بعد، إذا كان عندي هذا شنو طبعا، إذا كان عندي main verb، فلاحظ هذا المين verb وعندي هذه did، وأيضا عندي هذا main verb عندي هذه did، وعندي هذول الاثنين شنو أداة الاستفهام. هذا في حالة شنو؟ إذا كان عندي main verb أوكي. أما إذا نعم هذا بالنسبة للقاعدة الأولى، أما إذا كان لا يا سلام، هذه الثابتة، ها الثابتة صار؟ نعم هاي إذا كان، نعم إذا كان ماضي، هاي إذا كان ماضي، هذا كان الزمن ماضي. أما إذا كان الزمن مضارع نفس الحالة، إذا كان الزمن مضارع نفس الحالة إذا تذكرون طبعا. فرضا أقول how، إذا كان مفرد how does she eat four meals a day، شنو هسه هذه؟ لاحظ هسه هنا عندك الزمن شنو؟ مضارع، نفسها أداة الاستفهام، بس هنا شنو؟ هنا عبارة هنا السبجكت، السبجكت هنا مفرد، فإذا كان مفرد شو نسوي؟ خلي does، وعندك هذا المين فيرب، وعندك هاي تكملة، وعندك هاي أداة الاستفهام. بس هسه هذا لو فرضا نفس الجملة، على سبيل المثال نفس الجملة how do they eat four meals a day، باعنا هسه هي نفس الجملة، بس الفرق شنو هو؟ السبجكت هنا راح يكون عندي جمع، فإذا جمع نستخدم do، وأيضا عندك هذا المين فيرب. فلاحظ هنا هاي دائما بالمين فيرب احنا شنو نحتاج؟ نحتاج اما نخلي does او do او did حسب الزمن. بس واضحة هذه؟ واضح أستاذ، الأستاذ نعرفه ماضي أو مضارع من معنى الجملة هو؟ بالضبط بالضبط، نعرفها ماضي أو مضارع من معنى الجملة. دائما زمن الماضي أنا جاي أتحدث عن شيء وقع بالماضي، يعني عن حدث وقع وخلص. زمن المضارع يتحدث على حقيقة يعني مستمرة. فرضا هسه هي تاكل 4 وجبات، أو هو ياكلون، أو هم ياكلون 4 وجبات، هذه حقيقة يعني ما جاي فرضا. بس إذا أقول yesterday هو فرضا، إذا أقول على البارحة يعني هم شلون أكلوا 4 وجبات البارحة، فش راح أقول؟ خليك هنا شوية. إذا أقول بس البارحة فراح أقول how did they eat four meals yesterday. لاحظ هنا، فلاحظ هنا موجود عندي قرينة شنو؟ يسترداي، فلاحظ القرينة ماتي هذه يسترداي،
فلذلك بما أنه يسترداي فراح أقول did، يعني بين قوسين. إذا فرضا إجاك هذا السؤال، إذا قلت لك اوكي، هسه هذه هنا how وخليك does did they find the key last week last week. فهنا القرينة شنو تحكي؟ طالع الماضي اذا لا سابق بالضبط، اذا جاي تحكي عن الماضي، فلذلك الاختيار لازم شو يكون عندي؟ فلازم الاختيار، نعم did، فلازم الاختيار يكون عندي did. بس هنا اذا ما عندي قرينة انا موجودة فرضا، نشوف شنو زمن الجملة، يعني اذا هذه ما موجودة، اذا ما موجودة هذه، اذا ما لا موجودة، تاخذ دو نعم اذا ما موجودة فهذا راح تاخذ دو، وحسب سياق الجملة، حسب سياق الجملة، فلذلك هاي تنتبه انت لها، تنتبه يعني حسب سياق الجملة. اوكي حساب زين. استاذ سؤال، اي جواب. استاذ بس ارجع للشرح هاي هالمان من الساعة. زين، واذا الفان صارت فاوند، يعني صارت للماضي، وينها منهم؟ هاي مو الفاوند اخر شيء تحكي على هذا؟ يخفق بالذي؟ هاي؟ اي اخر شيء. اي نعم استاذ اخر شيء. هاي لاحظ هسه علي، بما انه هو سؤال، بما انه هو سؤال، لاحظ هنا هذه سؤال، هسه خلينا نفترض هو هذا السؤال بمن بالماضي. بالماضي اذا انا استخدم ديد فهذا ما يصير اسوي تحولها فاوند. شو وقت تكون فاوند؟ نعم فرض، تبقى على حطتها. نعم نعم لا لاحظ لاحظ، فرضا جيت قلت لك حول لي هاي الجملة they found the key yesterday. زين قلت لك حول لي هاي الجملة إلى استفهام. تصير أستاذ ذا ديد شو يصير؟ فاند لا لاحظ شو يصير، أول ما نخلي ديد ديد ذا فاند ديد ذي ديد ذي وهاي الفان الفاوند نحولها، يرجع الأصلة. نعم بالضبط ديد ذي فايند ذا كي يسترداي فهذه، فلذلك بس أنا أنا مقصد كلام الأستاذ، لين هي راجع لأصلها، يعني عادي يصير شو اسمه ديت. لا ما يصير هذا، يعني في هاي الحالة تصير فاوند قصدك هذه؟ ايه هاي الثانية فوق اللي شرحت عليه بين الأقواس. نعم هذه لا لا، هو مهما تكون إذا كان إذا كان مضارع أو ماضي وما دام استفهام، ما دام استفهام يعني أنا إذا استخدم الديد فهو هذا راجع لأصله، وإذا استخدم الداز فهو أيضا الوضع، وإذا استخدم الدو صح، نعم فهو الوضع، هسه صح أي نعم فهو الكل، يعني الكل تبقى راجع الوضع، تمام يعني سواء صح. كان ماضي أو مضارع أو جمع أو مفرد نفس الشيء. نعم صح. اي فهسه هذه القاعده شنو، اذا كان عندي مين فيرب، ارجع لهذه القاعده، هاي اذا كان عندي مين فيرب، بس شنو اذا كان عندي لا اوكزيلر فيرب، اللي هو شنو قلنا الاوكزيلر فيرب فرضا ام وار واز، هذول اللي بالمضارع، وعندي واز وعندي وير بالماضي، فايضا نفس الحاله شنو يجون، لازم هذول هم يجي الاوكزيلر فيرب يجي هنا، نخلي الأوكسيلاري فيرب وبعدين نخلي السبجكت وبعدين نخلي التكملة وبعدين نخلي أداة الاستفهام، هذه همين قاعدة ما بيها كل مجال. فرضا مثال I was in the room when
I ate my dinner. لاحظ هنا، هسه هذه، لاحظ هذه auxiliary verb، فمن أريد أسوي سؤال فقط هذا جيبي خليه هنا، شو نقول was I، وتنزل الجملة مثل ما هي، ما نخلي أداة الاستفهام. يعني قبل شوي واحد سألني قال where where we were، فرضنا هاي أداة الاستفهام هذا قبل شوية where we، فلذلك هذه دائما من أداة الاستفهام، وبعدين هذه وبعدين هذه، فراح يكون عندك هذا الأوكسيلاري فيرب، وبعدين راح يكون عندنا شنو سبجكت، فهذه يعني ثابت انه شو يكون عندي أداة الاستفهام أوكسيلاري فيرب سبجكت زائد تكملة. اوكي هذا فيما يخص هاي واللي هي رقم 6. اوكي مشكور استاذ والله. بس هذا اذا كان عندي اوكسيلاري فيرب، هذا يعني اذا كان عندي طب بس استاذ سألت ليش لان شوية شلب باللسان وير وير وي. بالضبط بالضبط صحيح بالضبط صح ايه. فهسه 7 ما اعرف وين وصلنا، خلينا نرجع لاحمد. 7 احمد مهدي. لا متفاجئ تحتاج تصير وي وير تكمل في الجملة. نعم احسنت احمد، بس شنو هنا عندي انا عندي شنو عندي استفهام علامة استفهام تصير وير يو. بالضبط. Were you okay؟ Okay. أنا أبغى على رقم 8 نعم جيد. تحتاج تصير. شنو معناته أحمد رقم 7 شنو معناته؟ اوكي ساد يصير Were you okay؟ اوكي هنا مو نعم هي يصير Were you okay؟ يعني شنو معناته؟ والله ساد الصراحة ما أعرف جيد المعنى. بعد من يترجم لي اياها جيد. هل هو بخير؟ هل هو بخير؟ نعم احسنت أنت بخير؟ نعم جيد احسنت، يعني كانت اوكي، كانت امورك تمام، يعني كنت بخير، يعني بين قوسين اوكي، يعني لا سمح الله اذا واحد عنده شني وري اوكي، يعني كنت اوكي تمام ماكو اشكال. اوكي ماني بنين تصير we were too tired. we were too tired جيد، شنو يعني؟ يعني tired متعب. يعني شنو معناها الجملة بالضبط؟ جملة بصورة عامة. جدا أنتم جدا متعبون. كنا متعبين هيك نعم شيء جيد، هيك احنا تقول. بما انه وي نحن، فاحنا ايش يقول؟ كنا كلش متعبين وكنا كلش تعبانين، وي وير تو تايرد. اوكي فدائما دائما 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 بعد كل جمله ترجم لي اياها، فحتى انه تكون عندك قدره على الترجمه، وي وير تو تايرد، احنا كنا كلش تعبانين. اوكي 9 تهاني. Number 8. How the party be? How was the party? was the party. جيد ممتاز، شنو يعني؟ كان شو شغل الحفلة؟ ممتاز جيد. 10 جواد. Now sir. They were be late for the interview. ممتاز جيد، شنو يعني؟ وصلوا متأخرين ممتاز للقاء ممتاز، هم أو وصلوا المقابلة. ممتاز جيد، هم وصلوا متأخرين للمقابلة. جيد أحسنت. 11 حسن. So you was يو in the garden. نعم جيد، بس هنا شنو اليو؟ اليو تاخذ وير، فايش يصير you were in the garden؟ شنو معناها؟ صار جاردن حارس أو هيك شيء يعني. جيد بعد
صديق الباب، يعني كنت سابقا حارس يعني مثلا. جيد، أحسنت حسن. بعد من يترجم ليها شباب؟ ممتاز حسن، جيد، شكرا. نعم حسن، جاردن، جاردن حديقة. ف you were in the garden، يعني أنت كنت بالحديقة. أوكي، you were in the garden، فالجاردن هي حديقة. What his name be؟ حسن صلاح. What was his name؟ يعني شنو؟ ماذا كان اسمه؟ جيد، شنو كان اسمه؟ 13. حسن عبد. It was not cold. ممتاز، شنو يعني؟ يعني كانت مو باردة. جيد، ممتاز. It wasn't cold. طبعا دائما بعد خلي منا وهيك، بما انه صارت يعني تقريبا افضل، حاول تختصر الجملة. It wasn't cold. It wasn't cold. يعني حاول اسوي سموث بالجملة يعني على السريع يعني. نعم، فهي ما كانت باردة. تمام. نعم، جيد حسن. حنان 14. نعم أستاذ. she was beautiful. was she beautiful؟ ممتاز، جيد. she was she beautiful، يعني شنو شنو يعني شنو معنى هل هي جميلة؟ بالضبط؟ هل كانت جميلة؟ نعم. 15، نعم. ما أدري نبع تقدر تحليها في 15 ولا لا. أحمد، أرجع وياك. أحمد مهدي، 15. She not be my wife at the time. ماكو أحمد بنين. She wasn't be my wife. At that time. شنو معناها؟ Wife. بالضبط. She wasn't my wife at that time. هي ما كانت زوجتي بذلك الوقت. She wasn't my wife at that time. هي ما كانت زوجتي بذلك الوقت. 16، تهاني. He be hungry. He was hungry. يعني شنو؟ شنو معناها؟ ترجميها تهاني. تهاني ترجميها، تقدرين ترجميها؟ العفو أستاذ، ما سمعتك. شنو؟ ترجميها، تقدرين ترجميها؟ هو كان جائع. جيد جيد. جواد، 17. Why were you be like late? نعم، why were you؟ لماذا أنت كنت متأخر؟ نعم جيد. ماشي. لماذا متأخر؟ يعني ليش كنت متأخر؟ نعم جيد. 18 حسن. حسن 18. حسن صلاح. حسن عبد 18. آسف، you weren't early. لم يلا. كنت نعم جيد. You weren't. المايك ما انفتح. ممتاز، جيد. أوكي جيد. شنو معناها؟ أستاذ ما جيت من وقت، يعني ممتاز، تأخرت. ممتاز، جيد. 19 سين. They were meant in love. يعني هم مو على حب. ممتاز، جيد. They weren't in love. ممتاز، أحسنت. هم مو على حب. ممتاز، عافية حسن. حسين. حنان 20. نعم أستاذ. We was not in China. We were. We weren't in Not China. in China. يعني شنو معناها؟ يعني هم ما كانوا، أو نحن ما كنا بالصين. نعم، احنا ما كنا بالصين. بالضبط. We weren't in China. نعم، ممتاز، جيد. اوكي. إذا هسه هذا بالنسبة للجرامر. فخلي أنتقل للأكتيفيتي الأخرى.
أحمد مهدي. ما موجود. بنين. نعم أستاذ. بنين هذه البيبي ستر، هذا أول واحد نيدد بيبي ستر. شنو بيبي ستر؟ ما أعرف أستاذ. أوكي بيبي طفل، جلسة أطفال، نعم جيد. جلسة يعني مربية أطفال. اي هاي مربية الاطفال، هذا اللي يخلونها بالاطفال، البيبي سيتر هذا اللي يعني هاي مثل مال الحضانة، حضانة وحدة يعني اللي هي تاخذ تهتم بالاطفال يسموها البيبي سيتر. اوكي فبنين ترجمي لي البيبي سيتر الاول، تقدرين ترجمي لي اياها؟ baby start to look after our two boys، يعني إنه تهتم بالاثنين أولاد. ممتاز جيد. نعم ايه نعم five of them after school from، يعني بعد رجوعهم من المدرسة. اوكي جيد بعد. اوكي شكرا. نعم اوكي شكرا جيد جيد. Okay. تهاني كملي. Holiday job. Do you لا want لا لا to earn some لا لا عفوا تهاني ارجع عليها وترجمي ليها، تكون ترجمة شوي. اوكي يعني babysitter needed. We needed a babysitter to look after our two boys age 5 and 7 after school from 4 p.m. 6 p.m. Monday, Friday. 40 pound a week. يعني شنو شو يريد؟ يعني احنا نحتاج ناني للاعتناء بالأطفال، اثنين أطفال تراوح أحمارهم من 5 إلى 7 بعد المدرسة. هم يجون يعني الساعة 4 مساء إلى 6 مساء يوم الأحد والجمعة، واللي تتقاضى أجر شهري 40 باوند بالأسبوع. نعم جيد احسنت تهاني. نعم ممتاز، بس هنا شنو شويه شويه نحتاج وي نيد ا بيبي سيتر تو لوك افتر اور تو بويز، اذا لازم هنا يكون شوي شوي ادق، يعني هنا انه يحتاجون وحده مربيه اطفال عندهم طفلين ايجد 5 اند 7، يعني شنو اعمارهم 5 و7، اذا طفلين مو تتراوح يعني اعمارهم 5 و7 افتر سكول، يعني شو وقت هذا الدوام هيكون؟ راح يكون افتر سكول يعني بعد شنو؟ from 4 to 6 p.m. يعني راح تكون وقت الدوام اللي يطلبوهما او الطالبي من الساعه 4 العصر لحتى 6 العصر. وقت الدوام من المونداي للفرايداي، يعني من يوم الاثنين ليوم الجمعه. ايش قد يتقاضون؟ 40 باوند بالاسبوع. Interested call Mary، لازم تتصلون على ماري on 6783452111. فنعم جيد احسنتم بنين وتهاني. جواب holiday job. ماكو جواب. نعم أستاذ، يلا نعم أستاذ وياك. نعم يلا جواب، تقدر ترجم لنا holiday job؟ holiday job أستاذ، وظيفة العطلة. اوكي Do you want to earn some extra money this summer؟ هل أنت تريد الحصول على بعض المال في هذا الصيف؟ نعم أحسنت جيد. نعم ممتاز Do you speak another language؟ We need friends Spanish or German speaking to work for us in the city not shop Tuesday and Saturday. يجب أن تتكلم اللغات الفرنسية والإسبانية والجرماني للعمل معنا في يوم الثلاثاء أعتقد والسبت. جيد Send your CV، يوصل السي في إلى هذا الجيميل. أحسنت أحسنت جواد ممتاز جيد. حسن جاسم تقدر تضيف لنا شوي على الترجمة؟ حسن جاسم حسن صلاح نعم أستاذ. أي هولوداي جوب. holiday job نعم أي أستاذ، هاي العطلة بأي أيام الصيف، أيام العطل للطلاب، نعم أحسنت بالضبط. ويحتاجون شخص يتكلم فرنسي، سبانيش، يعني إسبانية والألمانية ممتاز للعمل بالميوزر اللي هو المتحف مال المدينة، متحف شوب أحسنت للميوزر أحسنت حسن من ممتاز الثلاثاء للسبت. ممتاز جيد. from Tuesday to ميوزر Saturday ممتاز أحسنت. send your CV to إلى هذا الإيميل. ممتاز حسن جيد.
هيك اريدك يعني هسه حسن ترجمتك كلش ممتاز، يعني كلش ممتاز على هالمستوى هذا، بس بعد يعني ان شاء الله المستويات الاعلى اريد نشوف يعني الاداء بهم شلون. حسين عبد، حسين عبد، حسين عبد موجود؟ اوكي. حنان، نعم أستاذ. نيوز بيبر راوند بيفور سكول. يعني جولة الصحف قبل المدرسة أو هيك شيء. نعم، اوكي، جيد، ممتاز. أكمل البقية. ايه كملي، هو ترجم لنا اياها. وي نيد يونج بيبول. We need young people to driver newspaper on moon. ويد اند فار نعم نعم جيد، احسنت. مورنينج. مورنينج ذا استاذ، بس النت شوية يقطع يا مثال، لذلك ما يلا جيد عادي. مورنينجز، ايه ذا بيبر راوند تيكس 30 مينيتس. 30 minutes and the falling of clear book. ايه كان بروك. ايه نعم، استاذ فصلت الشاشة يا مثال. اوكي. حنان، بس شنو الترجمة؟ أستاذ يعني هم محتاجين شاب لتوصيل النيوز بيبر الصحف الصباح يوم الاثنين واربعاء وجمعة، جيد، أحسنتي. يعني يردون 30 دقيقة هو الوقت اللي يستغرقه. أوكي، جيد جيد، شكرا شكرا على هذا الشيء، يعني محددين لقرية أو هيك شيء. ممتاز جيد. نعم أحسنتي، شكرا جزيلا. حسن صلاح، نعم أستاذ، أجي أقرأها. إيه أقرأها وترجمها على كيفك لهم، على كيف يعني، وخصوصا هاي المصطلحات يظهر هذه. Newspaper round before school. We need young people to deliver newspaper on Monday, Wednesday, and Friday morning. The paper round takes 30 minutes in the village of Clanbrook. Papers must be delivered before 8 a.m. and you must have your own bike. Interested, ask for more at the Clan Post Office, Clanbrook Post Office. نحن نحتاج إلى ناس يعملون توصيل الجرائد يوم الاثنين والأربعاء والجمعة صباحا. ممتاز، الجريدة التوزيع ياخذ 30 دقيقة ممتاز، داخل القرية اللي اسمها كلان بروك. ممتاز، البيبرز الجرائد must be delivered، يعني لازم تكون موصلها قبل الساعة 8 صباحا. ممتاز، زين، You must have your own bike، لازم تكون عندك الدراجة الخاصة بك توديك ممتاز، يعني وتجيبك. بايسكلك الخاص. Interested؟ نعم جيد، اعتنيت بالأمر؟ Ask for more، اسأل في مكتب البريد في قرية كلان بروك. أحسنت أحسنت، نعم ممتاز، أحسنت حسن صلاح، جيد ممتاز. بس هنا عندك Monday, Wednesday and Friday mornings، يعني يعني كل صباح من يوم الاثنين، يوم الأربعاء ويوم الجمعة، فنعم ممتاز. هسه نجي للأخيرة، من يترجم لنا الأخيرة؟ من يترجم لنا الأخيرة؟ أني يلا تعال. ماتشيز كافي بارت تايم ورك. We are looking for breakfast and lunch time staff to work in our cafe جيد. start days Saturdays. نعم Saturdays. come نعم. Saturday sorry Saturdays come in 8 a.m. for 4 p.m. نعم أحسنت. our call Bella on 612-398-745 after 4 p.m. يعني هاي الكافيه اسمها مانشيز جيد بار أحسنتي. تايم ورك عمل اضافي شنو البار تايم ثاني؟ وظيفة عمل ثانوي اضافي لا البار تايم معناتها مو فول تايم، هو نوعين من الجوب يسموها بار. بارت نعم بار، تايم يعني عمل اضافي. لا العفو، البار تايم وعندنا فول تايم. فول تايم جوب، الفول تايم جوب يعني شلون هذا عمل أول مثلا يبدأ الصبح، العمل الثاني والبارت تايم يعني مثل العصرية أو كذا.
نعم، بار تايم جزء من اليوم، يعني البار تايم احتمال. جزئي. نعم، يعني هسه احنا الفول تايم مالتنا عندهم هم هذول الغرب، الفول تايم جوب يسموها، يبدا من الساعه 8 الصبح ينتهي بال5 العصر، ما يسموها فول تايم جوب. اما البار تايم جوب لا، اما يبدا ب8 وينتهي ب12، او فرضا يبدا ب12 وينتهي بال5، بار تايم يعني مو فول تايم، يعني يسموه جزء من الوقت وليس يعني فول تايم Yes. جوب. نعم احسنتي، كملي. Yes. We are We looking. are looking for breakfast and lunch time. إحنا نبحث أو ندور على يعني شلون يسوي فطور صباحي أحسنتي، وغدا، ممتاز، يعني كادر staff بالضبط، to work an hour كافي اللي على مود يشتغل بالكوفي مالتنا ممتاز. on Saturday يوم فقط ال أيام السبت. نعم أحسنت، بالضبط، أيام فقط. السبت. Yes. نعم Come in يأتي بالثمانية أيام صباحا ويغادر الساعة الرابعة بي ام مساء. جيد، اور كول بيلا، اتصل ببيلا على هذا الرقم افتر بعد الساعة الرابعة مساء. ممتاز، جيد، أحسنت، جيد، كله زين، ممتاز. إذا بس هنا come in 8 to 4 p.m. or call Bella on هذا الرقم after، ممتاز، هسه كله زين. هسه لحد هنا يعني البعض اللي بيكم ترجمته ممتازة، يعني ممتاز، جيد. فهسه نجي هنا write duties under the correct jobs. طبعا هذه display items on the shelf. هسه أول واحد display item on the shelf، شنو معناته؟ من يقول لي شنو؟ بيع أغراض المتجر أو هيك شيء. عافية حنان، بس بعد يعني بعد يعني. شنو معناته display item on the shelf؟ هي عرض المعدات على الرفوف، أم الايتمز، نعم الايتم ما ذكر أحسنت، شنو بالعربي بالضبط. نعم أحسنت حسن صلاح، اللي هو شنو يعني هذا اللي يصفط الغراض على الرفوف، شايفين هذا فرضا عنده ماركت ويصفط يرتب الغراض، هذا هو يسموه display items on the shelf. وين تخليها؟ بالبيبي سيتر، شوب اسيستنت، ويتر. هسه من يقول لي بيبي سيتر قلنا شنو؟ بيبي سيتر اللي هو يهتم بالاطفال، شوب اسيستنت. جلسة الأطفال، نعم جيد، شوب اسيستنت، عامل مساعد بمتجر، نعم أحسنتم، ويتر أو ويترس، نادي المطعم. نعم أحسنتم بالضبط، بيبر بوي، سبي جرائد، نعم جيد أحسنتم، كلينر، منظف، جيد، كاشير، أمين صندوق أو ممتاز، يعني محاسب، نعم جيد. إذا هسه نعم. نجي لأول وحدة display items on the shelf، وين تخليها؟ شوب أسيست ممتاز، نخليها شوب، مساعدة. نعم بالضبط، نخليها شوب assistant. sells shop items وين تخليها؟ كاشير ممتاز، محاسب. نعم بالضبط، نخليها كاشير. deliver news papers وين تخليها؟ بايبر بوي، بالضبط، paper boy. look after children، بيبي ستر، بالضبط، بيبي سيتر. help customers find items to buy، من يقول لي شنو معناها؟ يترجمها لي. يساعد المشترين على بالضبط الكاستمرز اللي هم بالضبط، وين المزارعين. نخليها؟ وين نخليها؟ ويتر، بعد شوب اسيستنت. نخليها بشوب اسيستنت، مساعد، هذا اللي شايفين يعني هذول بالغرب، من تدخل الماركت مالتهم تلقى واحد بالباب او تلقى مجموعه يفترون بالسوق، هذول شنو وظيفتهم؟ وظيفتهم يساعدون الزبون، فيسمونه الشوب اسيستنت، يعني هذا المساعد على اذا عندك حاجه تدورها ما تلقاها ما اعرف شنو، فهذا يسموه. فايش يسوي؟ help customers to find items to buy، شنو هو؟ يساعد الزبائن يلقون الشغلات اللي يردون يشترونها. اوكي، clean the floor، بالكرينين، cleaner، ممتاز، يعني هذا المنظف. give نعم، customer their change، من هو؟ شوف، كاشير، كاشير. شنو من يقول لي شنو ترجم ليها؟ يعطي الزبائن الصرف، بالضبط، صرف لهم نعم، change صرف، خردة. نعم الخردة. فgive customers their change، يعني ينطي للكوستمر، ينطيهم الخردة او يعطيهم فرضا يصرف لهم او ما شنو، هذا اللي هو من هو؟
اللي هو الكاشير. serve food and drinks. ويتر. ممتاز ممتاز. waiter أو waitress. شنو معناته serve food and drinks؟ يقدم الطعام والمشروبات. بالضبط. read stories and play with the young children. شنو هذا؟ السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أحمد. العفو على التأخير أستاذ. لا لا عادي براحتك. read stories and play with the young children. شنو معناته؟ أستاذ قراءة القصص واللعب مع الأطفال الصغار. بالضبط بالضبط. من هذا؟ بيبي ستر. ممتاز. make somewhere today. شنو هاي؟ الكلينر ينظف المكان اللي جاله بشكل مرتب. بالضبط أحسنت. شنو كلمة تدي؟ كنت يعني نظيف نظيف يعني شفت نظيف. نعم مرتب يعني. نظيف ومرتب. بالضبط. wake up early. النهوض مبكرا. نعم جيد. هذا المن وين خديه؟ بيبر بوي. بالضبط. بيبر بوي اللي هو يوزع الجرائد. لازم تقعد من وقت من قال لك وقبل 8 انت تكون مكملهم، فلذلك ويك اب ايرلي. ممتاز جيد احسنت. هذا انتباه جيد. تيك كوستمرز اوردر. الويتر أو الويترز ممتاز. بالضبط. اللي هو شنو تيك كوستمرز اوردر؟ يعني ياخذ الطلبات من احسنتي. بالضبط ياخذ طلبات. العملاء. نعم بالضبط. هسه ماتش ذا Adverts and with the job descriptions and then write A to D next to number 1 to 4. هسه من يقول لي advert A B C D. هسه هذا شنو deliver newspaper looking after children working shop and working in a small restaurant. هسه شنو من يقول لي شنو يقصد بالسؤال هذا؟ أي عمل يحتاج إلى وصل مقاعد للمدرسة؟ العفو. هذه النقطة. هذه check your هذا اللي هو هذا check. آه أي نعم. هذا شو معناته؟ match the adverts with the job description write A to B next to number 1 to 4. شنو معناته هذا السؤال؟ شو طيب يريد؟ وصل وصل. يلا وين أوصل؟ هسه عندك أول واحد advert A. شو نخلي إله؟ deliver newspaper. شو يقصد بيه؟ أنا شو أريد أسوي يعني هنا؟ نربط الإعلان مع العمل بصفة العمل توصيفه اسم العمل. آه نعم لاحظت هسه هذه مو عندك. لاحظ هذه عندك هذا الإعلان A الإعلان B الإعلان C الإعلان D. فلاحظ هذا الأدفرت A B C D. فأول واحد deliver a newspaper يا إعلان هذا كان بي بالضبط كان B. newspaper around before school. بالضبط. أدفرت B looking after children looking after children يا إعلان. أستاذ أي اي بالضبط. working in a shop يا اعلان. تو يا اعلان يعني سي دي. دي ها دي صار دي يا اعلان دي سي 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 شوب ميوزك سي شوب سي سي اعلان. do you want to earn some then sir earn extra money summer do you speak English الى اخره. من شنو هذا؟ French Spanish or German. to work in to work for us in the city museum shop. لاحظ city museum shop. فلذلك هذه working in a shop. فلذلك هذا الإعلان هو من هو؟ هو الإعلان C. okay working with a small restaurant. من هو؟ اوكي دي. نعم working in a small restaurant هو دي. هسه نجي هنا check your understanding multiple choice. okay هسه عندنا هنا لاحظ هنا هسه هذا شويه يحتاج لك الدقه. شنو هنا لازم سيركل التشويس مالتك يعني شنو عندك هسه؟ in which job do you have to work after school. لاحظ هنا بس على راحتك in which job يا من هاي الوظائف انت تشتغل after school. بالاعلان A الاعلان B الاعلان الاعلان شلون عرفته؟ استاذ مويه جاي تقول لك بعد العمل رجوعهم من المدرسة تقوم بالعمل. ممتاز جيد. إذن هو الإعلان أي أحسنت.
لاحظ ان which job do you have to work after school. لاحظ هنا بالاعلان اي، الاعلان اي شي يقول we need a babysitter to look after our two boys aged 5 and 7 after school from 4 to 6 p.m. اذا يا اعلان، اذا هو هذا الاعلان اي. هسه اريد واحد يقرا لي الثاني ويقول لي بيا اعلان. من يقرا لي الثاني؟ نعم أستاذ. يلا نعم. In which job do you have to start work before 8 a.m. شنو معناها؟ الإعلان يعني شو وقت أي وقت العمل يبدأ قبل الثمانية. نعم جيد. لا ان ويتش جوب، يا بأي من الوظائف، يا من هاي الوظائف الشغل مالتها يبدأ قبل 8. نعم، يا وظيفة. الإعلان رقم دي، الإعلان رقم دي اوكي، نرجع للإعلان رقم because he دي. said come in 8. اوكي جيد. اوكي، شو يقول هنا؟ come in 8 to شنو؟ 4 بيان. بس هو جاي يقول to start your work before AM، يعني قبل 8 AM، بس هذا هنا جاي يقول لك تعال بال8 وترجع بال4 بين قوسين، فهل هو فعلا هذا الإعلان؟ بي أستاذ إعلان بي. الإعلان بي. نعم الإعلان بي. ليش الإعلان بي؟ لأن هنا جاي يقول you must، لاحظ هنا papers must be delivered before 8 أيام، فلذلك يا إعلان هذا الإعلان بي. بي تسليم الأوراق أو الصحف قبل قبل الساعة ثمانية. 8 لذلك لازم. نعم بالضبط، فلذلك أنا شو يقول in which job، يا من هاي الوظائف أنت شغلك يبدأ قبل 8. إذا الإعلان بي اللي هو newspaper rounds، هذول اللي يوزعون الصحف، فلازم انت قبل 8 مكمل شغلك، فهذا دليل على انه شنو هو شغلك يبدأ قبل الساعة 8. 3، من يقرأ لنا 3 ويترجمه ويقول لنا شنو؟ In which job do you only need to work on Saturday؟ يعني أي من هذين الوظائف يحتاج لها العمل بيوم السبت؟ أستاذ سي. نعم أحسنت. لا فقط يوم السبت. لا أستاذ دي. نعم بالضبط، فقط يوم السبت هو دي. فلاحظ دي نعم نعم لانت ستاف تو ورك ان اور كافيه اون ساتردايز، اذا يا هو Saturday، فقط يوم السبت. نعم فقط يوم السبت، فقط يوم السبت. احسنت، شكرا جزيلا. 4، In which job do you need a نعم bicycle؟ يعني يا جوب اللي يحتاج شنو؟ بايسكل. يا منهم البيبر بوي. بالضبط، بيبر رام، بيبر نعم نيوز بيبر رام اللي هو الاعلان به. ممتاز زين، نعم جيد احسنت. 5، In which job do you need to speak French and language؟ أستاذ هذه سي. سي. جيد سي، ممتاز احسنت. بس هنا، بس هنا ممتاز، بس ترجمي لنا اياها شنو معناها؟ الأستاذ الوظيفة اللي تحتاج بها السبيكينج اللي هي اللغة الفرنش ومتعدد اللغات. أحسنت، بس هنا شنو الترجمة؟ ممتاز أحسنت، بس هنا نقول in which job، يا من هاي الوظائف do you need to speak foreign language؟ يعني شنو foreign language؟ اللغات الأجنبية، يعني اللغات الأجنبية مثل French, Spanish, German. أوكي؟ فممتاز أحسنت، اللي هو نعم هي الهوليداي جوب، فهذه خلي ببالك foreign language هي اللغات الأجنبية أو اللغة الأجنبية. نعم. 6، in which job do you only work during summer holiday؟ من يقول لي؟ أستاذ سي، جيد، ليش سي؟ لأن هي الوظيفة الوحيدة اللي تحتاجها بوقت بالضبط، العطلة فقط. نعم أحسنتي بالضبط، هي مكتوب عندنا holiday job، وأيضا هو كاتب هنا do you want to earn some extra money this summer؟ تريد تحصل فقط بالصيف. نعم فقط بالصيف. أحسنتي شكرا. بعد 7، in what job do you have to work 2 hours every day after school؟ يا منهم اي اي يلا استاذ يا اي يلا يلا حسن شنو؟ اي استاذ نعم بيبيسيتر فروم نعم 4 بي احسنت، ام تو 6 بي نعم ام. احسنت بالضبط، يعني يقول لك يا وظيفة انت تحتاج
تشتغل بها فقط ساعتين. لاحظ أن what job do you have to work 2 hours every day after school؟ يعني تحتاج تشتغل ساعتين بعد السكول. ممتاز، أحسنت حسن. 8، ثمانية يا جوب سي. And what job do you need? نعم. And what job do you need to work in from Tuesday to Saturday؟ يعني تحتاج أنت تشتغل من يوم الثلاثاء إلى يوم شنو؟ السبت، اللي هي سي. نعم، لأن هي هذا مكتوب عندنا سي. نعم، جيد، أحسنت، ممتاز، جيد. بس ناخذ هذا الجزء الأخير وأعطيكم ريست. نجي الأول واحد، خلي أنا هنا بوعيكم منه. نجي أحمد، أحمد أول واحد، صح له خطأ. ما طلع عنده الصورة. أوكي، يقول the babysitter can get more than 40 pound a week، صح له خطأ؟ اترو true. شو تقول؟ اوكي، بنين شو تقولين، صح له خطأ؟ استاذ الاولى true. اوكي، تهاني شو تقولين، صح له خطأ؟ أستاذ فوز هو ممتاز، يقول ما تقاضى أكثر من 40 باوند، هي تقاضى يعطوها أجر أسبوعي 40 باوند. أحسنتي، أحسنتي تهاني. فش يقول؟ The babysitter can get more than 40 pound a week. دير بالك، خليك كلش كيرفول بهاي، يعني خصوصا هم الهاي بريدنج، يعني قلت لك بالامتحانات مات انا اللي اتمنى من عندك انه بعد هذا التريننج، يعني من اكو اختبارات تاخذ بها سيرتيفيكيت، تاخذ بها شهاده، فاتمنى تدخلها. فهذه هم كلش يعني يدققون انه بهذا البريدنج، يعني فرضا البيبي سيتر كان جيت مور ذان 40 باوند ا ويك. انت صح مكتوب هنا 40 باوند ا ويك، بس مو مور ذان، يعني جاي يقول لك هنا انت تتقاضى 40، بس هنا بالسؤال شو يقول لك؟ يقول لك تتقاضى اكثر من 40، وبس هو ايش قد قايل لك 40، يعني صح لو خطا؟ خطا مو صحيح. واضح؟ اوكي، واضح شباب، واضح؟ نعم أستاذ. واضح صح. نعم، جيد. فهذه يعني خليك، يو هاف تو بي كيرفول، يو هاف تو بي فيري كيرفول. جواد، جواد رقم 2. نعم صح. نعم، بالاعلان دي You don't need to work in the evening. نعم، بالإعلان دي، فترجع للإعلان دي، يقول لك ما يحتاج سعد تشتغل والله بالإيفنت. خالد نعم، هذا الإعلان. سعد فولز. ليش؟ بس طلع لي الصورة خلي أبدك. هاي الصورة، هاي شوفها ولا ما اشوفها؟ سعد هنا ما محددين وقت والله دي على العصر السعودية من 8 الصبح ل 4 العصر. نعم، جيد جواد، زين هسه طب جواد. ما تحتاج مو اوكي جواد، خلينا على ان شاء الله الساعة تروح. اوكي، جيد، احسنت. بس هسه هو السؤال شو يقول السؤال؟ شو يقول السؤال؟ انت ما تحتاج العمل في الليل في نعم اعلان بي. نعم احسنت، يعني يقول لك انت ما تحتاج تشتغل باوقات الايفنينج، يعني المساء. فنرجع، هو العمل ايش قايل لك؟ قايل لك من الساعة 8 لحد الساعة نفسه. الأربعة، إذا فعلا ما نحتاج. أنت إخوان شباب هنا، أنت تلاحظ أكو شيء هنا، الريدنج مالتهم استنتاجي. شنو استنتاجي؟ يعني هسه هو جاي يقول لك، يقول لك انت ما تحتاج وقت بالمساء، هو ما مذكور هنا بالفعل انه تحتاج تشتغل بالمساء. من خلال وقت العمل من 8 للأربعة، اذا ماكو وقت مساء، لذلك هنا شغلهم شنو؟ استنتاجي، او اسئلتهم استنتاجيه. فبس اريدك تنتبه على هذا، يعني مو دائما على بالك انه تلقى السؤال موجود دايركت، لا، تستنتجه استنتاج. نعم، جيد، احسنت جواب. هسه خلينا نجي إلى حسن جاسم. حسن، أرى 3. نعم أستاذ. شنو يقصد هنا؟ The paper round should take about half an hour. شنو يقصد؟ أستاذ هنا يقول لك يستغرق يعني إصدار هذا يعني توزيع الصحف أستاذ نص ساعة. أستاذ هو إيش كاتب لنا بالله بالإعلان؟ هذا كاتب لنا، رقم بي هو
نعم استاذ ترو. نعم أحسنت، نعم أحسنت بالضبط. إذا ترو فعلا. حسن صلاح سي. See, in adversity you have to work 5 days a week. نرجع See, للسي، شنو هذا سي. كي holiday Tuesday to Saturday. So true, 5 days. ممتاز زين. ثلاثة أربعة خميس ثلاثة وجمعة أربعة سبت. خميس نعم جمعة ممتاز، سبت. نعم ممتاز زين. بعد حسن من هو؟ حسين، حسين عبد ما موجود. حنان موجود دكتور موجود. نعم. يلا حسين، يلا العفو حسين. معنى طبعا قراءة الكتاب ما جاي اشوفه واضح هيك. اوكي يو كبر، شود اكبر لانه اكبر لك يا حاج نعم كلش حسين. اي. يو شود يو شود كول بيلا ان ذا مورنينج. اتذكر يمكن عند هذه المساء حسن نرجع الدي، هذه دي نودي. فعلا كاتب لك call بيلا on the morning. بي ام 4 بي ام مو نعم فش يصير زين، true or false؟ ايه صحيح برو. ليش هسه هو شو، هو شو يقول بالسؤال؟ يقول you should call Bella in the morning، يقول لك انت لازم تتصل ببيلا الصبح، صح لو خطأ؟ بقى حسين هنا جوا ايش مكتوب؟ you or call بلا اون هذا الرقم after 4 بي ام، after 4 بي ام، فشنو صار الصبح والعصر؟ أصل نعم العصر، فلذلك true or false؟ false نعم جيد. فلذلك هيك انتبه على القراءة دائما من تقرأ، يعني قلت لك هو أسئلة استنتاجية، يعني انا استنتج لو صح لو خطأ من من خلال صحيح. النص. نعم يعني استاذ اشتبهت بال شو اسمه التوقيت نعم جيد اوكي ماكو بال مشكلة. بي ام والايام. نعم احسنت اوكي شكرا، شكرا حسين. نعم حنان نعم استاذ. ايه an adverb be be you should connect the newspaper drive boy for more in information او ايه آخر كلمة ما جاي أشوفها واضحة، بس انفورميشن أستاذ يعني هو يقول إنه بالإعلان با يجب علينا أو يجب عليك الاتصال بالدرايف. أستاذ هو ما مذكور بالإعلان بي، اوكي لا يعني فولس. نعم احسنت. بس هو كمضمون شو يريد هنا؟ انا بس اريد افهم. You should contact the newspaper delivery boy for more information. يجب عليك الاتصال بعامل توصيل الصحف للحصول على المزيد من المعلومات. احسنت بالضبط. ايه هسه موجود هيجي؟ لا أستاذ بالإعلان ما موجود، يعني فولس خطأ. ممتاز بالضبط. Paper then must be delivered and money must then have your own bike and ask for more information. بالضبط ماكو. اللي بعده دي أحمد لو منو موجود عندنا. You need to work full time. نعم استاذ يلا بالإعلان دي يقول نحتاج العمل full time، صح لو خطأ؟ we are looking for my course لا استاذ مو فولس ليش؟ ماني للأربعة الدوام كامل ها الفول تايم دوام كامل هو هنا رايد من 8 للأربعة لا الفول تايم دوام كامل هسه هو المرة رايده الفول تايم. ويقول احنا نحتاج عمل خلي ببالك الفول دوام تايم، كامل فول نعم تايم الفول تايم يبدأ من 8 للأربعة أو 8 للخمسة، هذا فول تايم جوب يسموه، اللي هو 8 ساعات عمل تقريبا. أو أستاذ ها فهذا صح لو خطأ؟ يقول، يقول you need to work full time job، ففعلا صح لو خطأ هو هذا full time job. أستاذ صحيح واضح مدوام كامل يعني يعتبر من الثمانية للأربعة نعم دوام كامل من 8 ل 4 دوام بارت كامل. تايم
بارت تايم. نعم أحسنت حسن صلاح، هذا هو صحيح قايل لك. وش قايل لك؟ تعال من 8 للـ4، يعني شنو هاي؟ وقت المراجعة، وإلا حقيقة مو جاي وقت عملك، هذا وقت المراجعة. بس هو أصلا بالإعلان إيش كاتب هنا؟ بارت تايم وورك. بس بارت تايم نعم، وورك. هو من الإعلان إيش مكتوب؟ بارت تايم وورك. فميز من الإعلان أو وقت المراجعة. come in 8 to 4 p.m. or call Bella، يعني لو تتصل لو تجي. أوكي سي الأخيرة. That you need to contact the museum by telephone. False. سي يعني مو نتصل بالتليفون، إنه نرسل سي في نعم عبر أحسنت الإيميل. أحسنت أحسنت بالضبط. نعم فعلا هو ايش كاتب؟ كاتب ارسل سي في على الايميل. بالضبط أحسنت. إذن اوكي جيد، لحد هنا ممتاز. اخذوا لكم ريس 5 دقائق، وخلني نرجع يعني هسه بال7 دقائق، هسه بال4:23 نرجع بال4:30. أوكي متفقين على 7 دقائق؟